نادي الاهلي المتجهه الى اماره الفجيره بالامارات لمواجهه نادي الفجيره احتفالا طبعا بمرور 50 سنه على انشاء النادي. بالتاكيد كاسره النادي الاهلي بنبارك للنادي وبنتمنى لهم يا رب باذن الله بعد 50 سنه نحتفل بمئويه مع نادي الفجيره الاماراتي. لكن للاطلاع على تفاصيل هذه المباراه واستطلاعات الاراء وراي اللاعبين في هذه المواجهه الوديه، معي في هذه اللحظات كابتن صبري رحيل الظهير الايسر لفريق النادي الاهلي. كابتن صبري برحب بك في البدايه ورحله موفقه ان شاء الله، لكن بالتاكيد اسم الاهلي في الخليج العربي وفي العالم بشكل كبير بيتطلب ان الاهلي يطلب في العديد من المباريات الوديه في الفتره الاخيره. اكيد طبعا النادي الاهلي نادي كبير، طبعا شرف لاي نادي النادي الاهلي يروح يلعبه. ان شاء الله تكون مباراه وديه كويسه بيننا وبين نادي الفجيره، نظهر بشكل كويس، شكل يليق باسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير، شرف لاي حد النادي الاهلي يروح يلعبه. طبعا بحب ابارك طبعا لجمهور النادي الاهلي النجمه الرابعه وكابتن حمودي طبعا عمال يشاور لي طبعا. كابتن حمودي ايه؟ باكل لب مش هينفع والله، باكل لك هاجي لك. اتفضل يا كابتن صبري. ومبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي النجمه الرابعه، ومبروك للعيبه برضه تعبوا السنه دي وعملوا موسم طويل. بنبارك لهم ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه نحاول نركز في افريقيا اكتر واكتر ونحاول ناخدها ان شاء الله تكون التاسعه باذن الله، وكاس مصر باذن الله ان شاء الله يعني نظهر بشكل كويس في المباراه اللي جايه في الدوري ان شاء الله. طيب دخلتني بسرعه في مباريات الدوري والمباركه للنجمه الرابعه، بس بالبدايه يعني طبعا انت شايف انك لما يبقى النادي الاهلي مطلوب في المباريات الخليجيه وفي العربيه وفي الدوليه شيء ايجابي، انت بالنسبه لك كلاعب بتشعر بايه لما بتسافر ولا حتى جمهور النادي الاهلي متواجد بره في كل مكان؟ اكيد طبعا النادي الاهلي نادي كبير، نادي جمهوره في كل حته في العالم، يعني مش في افريقيا ولا في الوطن العربي بس، لا في كل حته في العالم. النادي الاهلي بيطلب ده دليل على ان اسم النادي الاهلي نادي كبير ما يقلش عن اي نادي في العالم يعني. فطبعا ده شرف لاي حد ان يلبس تيشيرت النادي الاهلي يكون موجود في النادي الاهلي، ودي حاجه يعني بتعلي من اسم اللاعب ان يكون موجود في النادي الاهلي في مباراه زي كده. النجم الرابع بقى والدوري، المشوار كان طويل ومشوار كان صعب، الناس بترى ان الاهلي فايز بفارق نقاط كبير عن اقرب المنافسين، لكن ده ان دل على شيء بيدل على ان انتم مركزين والبطوله كانت صعبه مش سهله. بالظبط، ده موسم طويل وعدد مباريات كتير، اكيد لو انت مش مركز في كل مباراه وبتاخدها بشكل جدي وبتموت نفسك فيها مش هتكسب اكيد يعني. فانت النادي الاهلي مطالب كل ماتش انه يكسب، طالب كل ماتش يعمل نتيجه كويسه، اداء كويس، مش كويس كمان اداء جامد جدا كمان. انت بتقيم كل ماتش كل مباراه من الجمهور، جمهورك فاهم كوره وبيفهم وعارف الدنيا فيها ايه، فانت مطالب كل ماتش انك تكسب. فاكيد الموسم السنه دي كان صعب جدا ان انت تكسب، موسم السنه دي كان موسم صعب جدا. بغض النظر بقى عن فرق النقاط، انت بتاخد ماتش بماتشه مالكش دعوه بالفرق النقاط، انت بتكسب كل مباراه، بدليل انت الفتره اللي جايه خدت الدوري، خدت الدوري الحمد لله، والنجمه الرابعه مطالب ان تكسب المباراه اللي باقيه برضه، مش هتقول خلاص انا خدت الدوري فمش هكسب، لا مطالب ان تكسب برضه. اصعب مباراه للاهلي السنه دي في الدوري كانت مين؟ لا هو في مباريات كثيره، بص في مباريات بتبقى كبيره بتبقى سهله من ناحيه التركيز، في مباريات بتبقى صغيره ممكن تبقى اصعب من مباريات كبيره. يعني انت مثلا السنه دي مثلا مباراه طنطا كانت السنه دي كانت بالنسبه لنا صعبه وتعادلنا فيها، ما مش مقياس، مقياس حالتك انت ايه، حاله النادي الاهلي ايه، وقيمه النادي الاهلي في المباراه هي دي اللي بتسهل الماتش او بتصعب الماتش، مالهاش علاقه في مين اللي بيلعبك، هي بترجع ليك انت مركز في الماتش ازاي ومستعد للماتش ازاي وجاهز للماتش ازاي. فعشان كده المباراه بتبقى صعب في مباريات بتبقى صغيره بتبقى صعبه جدا، ومباريات بتبقى كبيره بتبقى سهله جدا، انت اللي بتسهل الماتش على نفسك وانت بتصعب الماتش على نفسك. في نقطه لما انت كل نجمه بتعبر عن 10 سنين بطوله الدوري، لما بقى اسمك محفور في التاريخ انك كنت مشارك في النجمه الرابعه، يعني حتى انت كل 10 سنين بتقول قائمه الشرف اللعيبه اللي شاركوا في النجمه ديت، كلاعب بتهتم بالنقط دي بتحطها في ارشيفك في شغلك؟ اكيد طبعا، انت بتبقى موجود في النادي الاهلي مش بتاخد النجمه الرابعه بس، بتاخد دوري واحد بس مع النادي الاهلي، ده شرف ليك انت، بتحط في تاريخك دوري كاس افريقيا اي بطوله بتاخدها مع النادي الاهلي ده شرف ليك انت، وبتحط في السي في بتاعك اسمك. اكيد طبعا ان انا احضر حاجه زي كده اكيد ده شرف كبير ليا ان انا ابقى موجود والناس تذكر اسمي في النجمه الرابعه دي. رحله الجابون انت كنت غايب عنها بسبب طبعا كان في الام في الاذن، محتاجين نعرف يعني نطمن عليك دلوقتي خلاص انت مع البعثه اللي مسافره الامارات، لكن الفتره دي خدت منك وقت شويه كنت بعيد. كان عندي مشكله في ودني في الاذن الوسطى، ما اعرفش كانت ايه، طبعا الدكتور قال لي مش هينفع تسافر لازم تريح الفتره اللي جايه، فبعد سفريه الجابون دي ممكن تسافر اي سفريه ثانيه، هي كانت المشكله بس في الفتره اللي كان فيها سفريه الجابون. وعندنا الجهاز طبعا كان متفاهم، كابتن حسام والجهاز الفني كله كانوا متفاهمين حاجه زي كده وقدروا حاجه زي كده، ويعني خافوا على الواحد انه يسافر يعني. مين اطمن عليك من اللعيبه؟ محمد نجيب لسه معادي كان بيبص لك، يعني نجيب سال عليك؟ نجيب طبعا، نجيب على طول بيسال عليا، لا اللعيبه كلها بصراحه بيسالوا، اللعيبه كلها بتهتم، بس طبعا انا اليوم اللي انا ما سافرتش فيه نجيب. ماشي يا عم نجيب.
لا هو انا المشكله اليوم انا كنت مسافر، بس رحت عملت كشف، الدكتور قال لي مش هينفع تسافر. هم اللعيبه ما كانتش تعرف، هم عرفوا بعد كده وهم كانوا هناك ان انا ما مسافرتش. غلبان انت صافي. ليه؟ طيب تمام. طيب الجزئيه الثانيه اللي عايز اسالك فيها برضو، ممكن تكون بعيد عن المباريات فتره لكن ليك دور مع الفريق والجهاز الفني بيبقى شايف ده، الجمهور ممكن بيحسبها حسابات تانية، انت كلاعب وانت معاهم في الفرقه مطالبين ب 11 اساسي ودايما في استمراريه لعدد من اللاعبين، لكن انت كلاعب بتفكر فيها ازاي وانت ممكن تشارك في فتره وتبعد فتره، والجهاز لو عايزك في توقيت معين لازم تكون جاهزيه كامله كانك بتشارك في فتره طويله. مبدئيا اي حد ما بيلعبش بيبقى زعلان، يعني بزعل ده طبيعي ان انت ما بتلعبش بيكون زعلان، بس الزعل اللي هو يفيدك ويفيد الفرقه، مش مثلا انا زعلان لا ما اتمرنش كويس، مش انا زعلان مثلا ان انا عامل مشاكل ما. شكرا. مش انا زعلان مثلا ان انا عامل مشاكل مثلا مع الجهاز الفني او مشاكل مع زمايلي، لا هو مطالب ان انا زعلان او متضايق او مخنوق، لا اموت نفسي في التمرين، اجتهد اكتر، عندي دافع ان انا ابقى موجود. حته اللعب دي بتاع كابتن حسام بقى مش بتاعتي، يعني انا ممكن ابقى ماشي كويس وما بلعبش، فاهم؟ في علي ماشي كويس الفتره دي، فعلي اللي هو اللي راكب خلاص، صبري بقى رقم 2 ما فيش مشكله، اهم حاجه ابقى انا بس قريب على طول دايما، انا بموت نفسي وبسعى ان انا ابقى رقم 1. ممكن يكون عندي جا فتره من فترات، مش هلوم برده، مش هقول برده ان التقصير كله ما كابتن حسام عشان ما بيلعبنيش، لا ممكن ابقى انا مقصر في حاجات فانا بشتغل عليها، ممكن ابقى الناس شايفه مثلا صبري مقصر في حاجه، في حاجه فنيه في الملعب، لا انا بشتغل عليها الفتره دي ان شاء الله تبان بشكل كويس. حته بقى اللعب ومش اللعب دي مش بتاعتي، بس انا اذا انت في النادي الاهلي مطالب وبتتقيم كل مباراه حتى لو ماتش ودي، انت بعيد بقالك مثلا، انا راجل بقالي سنه مثلا سنتين بعيد مثلا، باخد كل فتره فين وفين لما بلعب، بس مطالب كل ماتش العبه هتقيم ان انا ابقى كويس، فبشتغل على الحته دي ان انا لازم عشان بلعب في النادي الاهلي لازم ابقى كويس كل مباراه. باقي عدد قليل من المباريات الفتره الجايه، خلاص ممكن الجهاز يدفع بالعدد اللي كانش بيشارك الفتره الاخيره، عندك كمان مباريات كاس مصر، في نسبه اتجاه ان شاء الله تشاركوا في الفتره القادمه باذن الله. والله الجهاز لسه ما بيتكلمش في الحاجات دي لما بيقرب من توقيتها يعني. لا هو كابتن حسام يعني هو اتكلم كتير وبيتكلم مع لعيبه كتير في النقطه دي، هو بيتكلم بياخد كل مرحله بمرحله. كانت المرحله اللي فاتت كانت ماتش افريقيا، ان احنا اهم حاجه نعدي الدور ونصعد ان شاء الله. الفتره اللي جايه لما يرجع كابتن حسام من الاجازه اكيد هيتكلم في المرحله الجديده، هيشوف هيعمل ايه، طبعا هيتكلم مع اللعيبه مين اللي هيلعب مين اللي هيقعد مين اللي هيريح، لسه ما حدش يعرفه. طيب فرصه انت معايا اسالك على المنتخب والاداء اللي ظهر بيه امام البرتغال، اولا يعني انا اسالك بقى يعني كمصري مش كلاعب كوره، زعلت من الخساره ولا انت شايف النتيجه بشكل عام للمنتخب ايجابيه اكتر من انها خساره مباراه او يعني مكسب هي مباراه وديه؟ لا هو في الاول وفي الاخر دي مباراه وديه، عشان هو الراجل كمستر كور بيشوف اللي هو الاخطاء اللي ممكن تحصل في الماتشات الوديه، يشوف اللعيبه اللي ممكن يدفع بيها، اللعيبه اللي بيجرب لعيبه، بيشوف لعيبه، دي ماتش اولا ماتش ودي، بس الاداء اللي ظهر بيه المنتخب كان جامد جدا، كان اداء يعني حاجه محترمه. هو ممكن تكون انت زعلت بس ان انت خسرت في اخر دقيقتين، ده هو دي الحاجه اللي تزعلك يعني، بس انت بتلعب برضه منتخب كبير، منتخب البرتغال منتخب كبير طبعا، يعني هو منتخب كبير فاهم، فان انت تخسر منه 2-1 مش هنقول برضه الكوره هي كوره، يا اما مكسب يا اما خساره، بس انا بتكلم على المنتخب بتاعنا ان انت دلوقتي انت بتشوف بتجرب، اما تخسر مثلا هو الزعل الوحيدين. صراحه ما كلمتش حد بعد ماتش البرتغال، مش مع حد يعني، بس كلهم يعني لعيبه كلهم اخواتي وكلهم حبايبي يعني، بس ما كانش مع حد يعني بعد الماتش. شفت مواجهه كريستيانو قدام احمد فتحي؟ لا احمد لا طبعا الكابتن طبعا كريستيانو لعيب كبير، وكابتن احمد طبعا لعيب كبير برضه، ما خلاهوش يشوف خالص. لا مش مشكله، بس هي ما بترجعش لقيمته في الملعب، هو قيمته بنت في اخر دقيقتين، هي دي قيمه اللاعب الكبير، خلص ماتش في دقيقتين، انت مش مطالب اكتر من كده يعني، بس ان شاء الله بالتوفيق لمنتخب مصر الفتره اللي جايه ويظهر بشكل احسن واحسن، وان شاء الله يعني في كاس العالم ان شاء الله نعمل حاجه باذن الله.